واحد برضو بيسأل، أو واحدة عندي 16 سنة ماشي أريد أن أتحجب ولكن أهلي يمنعونني، فماذا أفعل؟ احتالي عليهم وادعي، أو الدعاء هنا. الحجاب فرض، لو كان مش فرض ده احنا كنا زهقنا من الإلحاح الغبي اللي طول النهار والليل عاملينها قضية وعاملينها انها يعني حاجة غريبة عجيبة، والستات اتحجبت والناس يا عيني تعبانة نفسيا من الحكاية دي. ثقافة اخرى غير ثقافة الدين، غير ثقافة الطاعة، غير ثقافة ربنا. ربنا الرباني ده له ثقافة معينة، فانه بيعمل كل حاجة لله وقلبه معلق بالله وليل نهار عايش مع ربنا كده. فالتاني يعني عايز انطلق يشرب له شوية خمرة، يمشي له مع الستات، مش عارف يعمل ايه يعني كده، هو يعيش حياته. طب يا اخي انت دلوقتي بتطالبني اني اتركك في حريتك، طب ما تتركني انا كمان في حريتي، ما هو في طريق يودي جهنم وفي طريق يودي الجنة، ما تسيبني في طريق الجنة حر زي ما انا هسيبك في طريق يا عم اللي مش جنة. انا سيبك هنا حر وانت سيبني هنا حر، ايه رأيك؟ لا لازم تيجي معايا. طب ليه ما تسيبني في حالي؟